الخوارج كلاب أهل النار، ونحن نتبرأ إلى الله من معتقد الخوارج وفعل الخوارج، لأن في بعض إخواننا اتهمونا بأننا من الخوارج. أو والله يعني نسأل الله السلامة، فنسأل الله السلامة. فالخوارج كلاب أهل النار، كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. تصور، تصور أن مش ممكن، والله العظيم يكاد عقلي أن يطيش. يكفر علي الذي تربى في حجر المصطفى وكفى. طيب هذه الشبهة الخطيرة اللي ملأت قلوب الخوارج أزاحها ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن بنور العلم. أكثر من 6000 خارجي منهم في مجلس واحد ترك المعتقد الفاسد الذي كان عليه، ومشوا جميعا خلف ابن عباس لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. إيه الموضوع؟ فصلت قبل ذلك في دروس الفتنة، لكن عشان ما سبكش كده، قالوا، قال ابن عباس: ما الذي تنقمونه على ابن عم رسول الله؟ وتكفروا علي ليه؟ لما تكفرون عليا؟ قالوا لثلاث. قال: ما هي؟ قالوا: نكفر عليا لأنه حكم الرجال في دين الله، والله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله. شايف الدليل جاي ازاي؟ الدليل صحيح، ده آية قرآنية، بس ايه علاقة الدليل هنا بمعتقد سيدنا علي وقوله وفعله؟ هل أنت تتصور أنك أعرف بالقرآن من علي بن أبي طالب؟ ما هي دي نكسة، وده اللي أنا بحذر منه شبابنا وأولادنا. ممكن ابن صغير جدا يكون لسه بضعته في العلم ضعيفة، ويتصور أنه أعلم من العلماء، الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ جد الحق، يتصور أنه أعلم من هؤلاء، فيتصور هؤلاء أنهم أعلم وأفهم للقرآن من علي بن أبي طالب. فقالوا: حكم الرجال في دين الله، والله تعالى قل: إن الحكم إلا لله. قال: طيب والتانية؟ قالوا: والتانية قاتل أقواما، يقصدون طلحة والزبير رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها موقعة الجمل، يقولون: قاتل أقواما ولم يغنم أموالهم ولم يسب نساءهم، فلئن كانوا مسلمين فقد حرم عليه قتالهم، ولئن كانوا كفارا فقد حلت له نساؤهم وأموالهم. شبهة خطيرة. كثير من شبابنا دلوقتي يقول لك: على طب والله صحيح فعلا. طب والتالتة؟ قالوا له: والتالتة تنازل عن أمير المؤمنين في التحكيم. قال: طب ودي فيها إيه؟ قال: ما هو حاجة من الاثنين، إن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. شايف الفهم؟ عشان تعرف إن نعمة الفهم من أجل النعم. زيك شيخنا عبد القيم يقول: إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا، وأصل كل خلاف في الأصول والفروع. سوء الفهم. فقال ابن عباس: أرأيتم لو أجبتكم بآية من كتاب الله محكمة وبحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم واضح، أتعودون؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أما الأولى، تقولون: إن عليا حكم الرجال في دين الله، والله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله، دلوني بالله عليكم، أتحكيم الرجال لحقن دماء المسلمين أولى، أم تحكيم الرجال في أرنب ثمنه ربع درهم أولى؟ شايف فهم ابن عباس يا أخي؟ فهم راقي جدا. قالوا: لا، اللهم إن تحكيمهم في الإصلاح أو لحقن دماء المسلمين أولى من تحكيم الرجال في أرنب ثمنه ربع درهم.
قال فإن الله حكم الرجال في أرنب ثمنه ربع درهم. قالوا جبت الكلام ده منين يا ابن عباس؟ قال في القرآن. قالوا لا مش ممكن، مش ممكن أبدا، بنقرأ القرآن من الدفة للدفة، من الجلدة للجلدة، ما فيش كلام من اللي انت بتقوله ده. ألا اقرأوا إن شئتم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. شايف الدليل جابه ازاي ابن عباس؟ ثم قال أرأيتم كيف حكم الله الرجال في أرنب ثمن ربع درهم، ثم أتحكيم الرجال لحقن دماء المسلمين أولى أم تحكيم الرجال للإصلاح بين رجل وامرأته أولى؟ والله تعالى يقول في الصلح بين الرجل وامرأته فابعثوا حكما وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قالوا صدقت. قال أخرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم. خلي بالك من لحظات كانوا مكفرين عليا، ودي فتنة التكفير، من لحظات كانوا يكفرون عليا، مفيش علم، مفيش فهم، مفيش بصيرة. طب والتانية؟ قاتل أقواما ولم يغنم أموالهم ولم يسب نساءهم فلئن كانوا مسلمين فقد حلت له نساءهم وأموالهم ولئن كانوا كفارا فقد حرم عليه قتالهم. قال أكنتم تريدون أن يأخذ علي أمه أم المؤمنين عائشة سبيا وأن يأخذ أموالها غنيمة؟ إن قلتم نعم فقد كفرتم، لأنها أمه بنص القرآن، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته. أخرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم. هاتوا الثالثة. تنازل عن صفة أمير المؤمنين، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. قال لقد تنازل رسول الله عن صفة الرسالة يوم الحديبية. والعجيب أن اللي كتب بنود العقد والعهد علي رضي الله عنه، كما في رواية البراء بن عازب في الصحيحين، قال تعالى يا علي هات أكتب بيننا وبينهم كتابة. النبي قال له كده، هات أكتب بيننا وبينهم كتابة، أكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. فاعترض سهيل بن عمرو كما فصلت ذلك، وقال أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن أكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فاعترض المسلمون على سهيل بن عمرو وقالوا لا والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتب يا علي باسمك اللهم. كتب باسمك اللهم. هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. لا 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 لا, لا. اعترض سهيل بن عمرو. ليه؟ قال والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فقال النبي لعلي يا علي امح رسول الله، امسح الكلمتين دول. قال لا والله. قال علي لا والله لا أمحوك أبدا، لا والله لا أمحوك أبدا. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من علي أن يشير إليه على موضع الكلمتين، فأشار إليه علي فمحاهما النبي بنفسه بيده. هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. قال اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فتنازل النبي عن صفة رسول الله وقال اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، وقال والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. أتنازل رسول الله عن صفة الرسالة للصلح؟ يقول ابن عباس ولا يتنازل علي عن صفة الإمارة للصلح. أخرجت من هذه؟ قالوا اللهم